الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار تتابعون فيها. جلالة الملك محمد السادس يقيم أمس مأدوبة إفطار بالرباط على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فاكي محمد. مرضى داء السكري باليوسفية يستفيدون من حملة تحسيسية حول مضاعفات داء السكري خلال شهر رمضان إلى جانب فحوصات طبية. تنظيم فعاليات المهرجان الجوي الأول للمسرح الاحتفالي بالدار البيضاء تظاهرة تعرف عرض عروض مسرحية وخلق حركية فنية بالجهة. أقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله أمس بالرباط مأدوبة إفطار على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فاكي محمد. حضر هذه المأدوبة مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد علي الهمة وعدد من أعضاء الحكومة، بالإضافة إلى المستشار الاستراتيجي الرئيسي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وكذا أعضاء الوفد المرافق لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يقوم بزيارة للمملكة وشخصيات أخرى. يتواصل الجسر الجوي الذي أقامته المملكة المغربية بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس لنقل المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني، حيث حطت أمس 5 طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية بمطار قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بشحنات من المساعدات الإنسانية التي سيتم نقلها برا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وكانت 8 طائرات عسكرية أخرى محملة بمساعدات إنسانية مغربية قد حطت خلال اليومين الماضيين بالمطار ذاته. وتجسد هذه المبادرة الالتزام التضامني للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك تجاه الدول الشقيقة والصديقة، كما تأتي تكريسا لدعم المغرب الموصول للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة وللتخفيف من معاناته. وكان جلالة الملك قد أشرف شخصيا يوم 29 باي الماضي بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء على إعطاء انطلاقة عملية إرسال المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني. ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح اليوم مجلسا للحكومة تدرس وصادق في بدايته مشروع قانون يتعلق بحماية النباتات. إثر ذلك تدرس وصادق المجلس مشروعي مرسومين يتعلقان بتسنيد الأصول وبالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. المجلس تدرس أيضا اتفاقا بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو. نفتح صفحة الأنباء الدولية من الأراضي الفلسطينية، حيث يسود التوتر جراء استمرار اقتحام المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات أصيب على إثرها عدة فلسطينيين. إبراهيم المرزوقي. يواصل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليهود انتهاكاتهم للأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، كما يواصلون عدوانهم على الشعب الفلسطيني. فقد اقتحم صباح اليوم عدد من المستوطنين اليهود باحة المسجد الأقصى تحت حراسة جنود الاحتلال، وواجه المصلون الفلسطينيون هذه الاستفزازات بهتافات التكبير، وبعدها اندلعت مواجهات بينهم وبين المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المصلين الفلسطينيين. وفي مدينة نابلس بالضفة الغربية اقتحمت القوات الإسرائيلية المدينة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينها وبين الشبان الفلسطينيين. وقد استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطية والقنابل المسيلسة للدموع في مواجهة المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 8 منهم. موازاة مع هذه المواجهات، ألقت طائرات عسكرية إسرائيلية الخميس منشورات ورقية على عدة مناطق في قطاع غزة
تحدد الفلسطينيين من المشاركة في مسيرة العودة وكسر الحصار غدا الجمعة، ويستعد الفلسطينيون للخروج يوم غد في مسيرة مليونية ضمن فعاليات مسيرة العودة. ويتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مناطق قرب السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل منذ نهاية مارس للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها منذ العام 48-900 ورفع الحصار عن قطاع غزة. أنت عناء الحكومة الإسبانية الجديدة التي أعلن بيدرو سانشيز أمس عن تشكيلتها اليمين الدستورية مع العاهل الإسباني الملك فيليب السادس، وذلك خلال حفل نظم اليوم بقصر لازارزويلا بمدريد. وبتنظيم هذا الحفل وأداء اليمين الدستورية من طرف الوزراء، تكون الحكومة الإسبانية الجديدة قد تم تنصيبها رسميا. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أنهما ليس مستعدين للقبول بكل شيء من أجل إصدار بيان مشترك مع الولايات المتحدة عن قمة مجموعة الدول السبع الكبرى التي تلتئم في كيبك اليومين القادمين. وتشهد هذه القمة توترا شديدا على خلفية الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها الرئيس الأمريكي مؤخرا على حلفائه. بأفغانستان، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني وقفا مؤقتا لإطلاق النار في مناسبة عيد الفطر لتتوقف بذلك المعارك لأكثر من أسبوع. وأوضح الرئيس الأفغاني أن هذا القرار غير المسبوق يأتي بعد الفتوى التاريخية الصادرة عن مجلس العلماء الأفغان الذين اعتبروا أن القتال باسم الجهاد في أفغانستان أمر غير شرعي في الإسلام، داعين لعقد مباحثات سلام. في الصين، تسبب رابع إعصار لهذا العام الذي درب السواحل الجنوبية للبلاد في هبوب رياح قوية وهطول أمطار غزيرة. وذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الإعصار ضرب بلدة مدينة تشانجيانغ وأدى إلى توقف للحركة الملاحية، كما صدرت تحذيرات من ارتفاع الأمواج العاتية والعواصف القوية في مقاطعتي غواندونغ وهينان. أفضت عمليات مراقبة جودة المواد الغذائية التي قامت بها اللجنة المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة إلى حجز وإتلاف حوالي 115 طنا من المواد الغذائية خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان. وذكر بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة إلى أن تدخلات هذه اللجنة همت مراقبة أزيد من 32 ألف نقطة بيع منذ بداية شهر رمضان، والتي أفضت إلى تسجيل 1373 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية. بمدينة وجدة، يتواصل الإقبال على محلات بيع الحلويات الرمضانية خلال هذا الشهر الكريم. إقبال هن يؤكد تشبث الأسر الوجدية باقتناء مختلف الحلويات الرمضانية التقليدية. روبورتاج محمد بلاوي، رشيد العتابي، وعبد الإله الشاب. وهنا بهذا المحل بوجدة يتم عرض مختلف أنواع الحلويات التي تزين مائدة إفطار الصائم. فضاءات تصنع وتزود مختلف محلات البيع المنتشرة في المدينة وخارجها بالحلويات الرمضانية، نشاط يستقطب خلال الشهر الكريم يدا عاملة محلية وأخرى من خارج مدينة وجدة. وبالمناسبة ديال شهر رمضان الكريم كيكون واحد الإقبال على هذه الحلويات التقليدية اللي هي متنوعة. ومن ضمن هذا الحلويات هذه كاين الشباكية، كاين البريواس، كاين كعب غزال، وخصوصا المقروط والكعك اللي يعني كتشهر به من المنطقة الشرقية. حلويات تختلف طرق ومواد تحضيرها وتهيئها. لا يتصور غالبية الوافدين لمحلة البيع ألا تكون ضمن أطباق موائد الإفطار. الموائد المغربية كانت بكري النساء هما اللي كانوا يتكلفوا بالتهيئ والتهيئ لهذه الحلويات من الكاك والمقروط. هو كان في الدار هو يكون أحسن، ولكن مما كان الحاجة اللي هي موجودة تقضى أحسن قضى، وتخلي كاين مسائل أخرى اللي يمكن لها تندار. دابا الوقت شويه كاين مشاغل بزاف الحوايج الناس، وكاين اللي ما كيستحفوش الوقت بالنسبه للناس اللي خدامين،
كيكونوا موظفين وضروري جا نحتاجوا للمحل وكنقضيو منه وناخذوا منه. محلات التحضير بالإضافة إلى فضاءات البيع التي تتنافس على عرض الحلويات في أحلى وأجمل صورة تعطي نكهة خاصة لهذا الشهر الفضيل هنا بوجدة. مرتى ذا السكري باليوسفية استفادوا من حملة تحسيسية تضمنت نصائح حول مضاعفات الداء خلال شهر الصيام وكذا فحوصات شخصت حالتهم الصحية. ريبورتاج زكية بلقاس وعبد الغني الطهراوي. قياس مستوى السكر في الدم خلال شهر رمضان يكتسي أهمية قصوى بالنسبة للمصابين بداء السكري، وهذه الحملة شملت 600 شخص استفادوا من التشخيصات الأولية خاصة الذين يتناولون جرعات الأنسولين. جيت أنا باش نعبر السكر عندي كان طلع لي حتى الربعة وكندير الأنسولين. عطونا لاباراي ورونا كيفاش تعملوا وعطونا وقدوا معنا مسائل نصحونا داروا لنا تحاليل تاع السكر داروا لنا تحاليل ديال الطنسيون الله يخلف عليهم هذه الجمعيه كامله. ارشادات وتوجيهات حول كيفيه التعامل مع داء السكري خلال رمضان تابعها المرضى خلال هذه الحمله، كما تعرفوا على المضاعفات الخطيره للمرض عند الحياد عن نصائح الطبيب. خلال هذه الحملة حاولنا نعرفوا بهذا الداء وكذلك المضاعفات ديالو على المدى القريب والبعيد لي ميكرو اي لي ماكرو انجيوباثي. حاولنا نعطيو ايضا بعض النصائح حول التغذية وممارسة الرياضة اللي ستساعد بشكل كبير في العلاج. تقديم نصائح وارشادات طبية بهدف توعية الاشخاص بأهمية فوائد هذه الفحوصات قصد اتخاذ كافة الاحتياطات من اجل تجنب الآثار السلبية لهذا الداء. ولمراقبة المرض بشكل متواصل في شهر الصيام وزعت آلات قياس نسبة السكر في الدم على مجموعة من المرضى من الفئات المحتاجة. رعاية اجتماعية ونفسية يتلقاها مرضى السرطان المستفيدون من خدمات جمعية أصدقاء المعهد الوطني للأنكولوجيا بالرباط. خدمات تشمل إعداد موائد إفطار جماعية في جو عائلي يعودهم دفء الأسرة ويخفف عنهم معاناتهم مع المرض. ريبورتاج أحمد العلوي وأمين عموري. تنهمك فاطمة الزهراء وزميلاتها بهمة ونشاط منذ الصباح لإعداد وجبة الإفطار لنزلاء مركز جمعية أصدقاء المعهد الوطني للأنكولوجيا. هم 120 نزيلا يتابعون علاج مرض السرطان، وإعداد الإفطار لهم يأخذ بعين الاعتبار وضعهم الصحي. بالنسبة للفطور تنحاولوا نقسم الملحة، تنحاولوا ما نديروش لهم شي حاجة اللي حارة على حسب الناس عندهم الحلق عندهم مريض ما يكونش اتي في الحلو. بالنسبه للسكر المهم كنحاولوا نقصوا باش المريض يكون التغذيه ديالو تكون مزيانه حيت يكون واحد الفتره طويله هنايا، وكنحاولوا نكثروا من الخضار والحاجات اللي تكونوا صحيا. بعد الاعداد تزين الموائد بما لد وطاب، وما إن يرفع آذان المغرب حتى تتحلق نازلات ونزلاء المركز حول موائد الإفطار في جو عائلي يخفف عنهم بعضا من معاناتهم مع المرض والبعد عن الأسرة. دابا كنجي من وجدة حتى لننداو، كنفطروا مجموعين والحمد لله ولينا كنفطروا كاع مجموعين اللي كنفطروا. كنحسوا بواحد الدفء هنا كأسرة كبيرة، وكلنا كيحس بهذا الإحساس هذا وحال الجو ممتاز، ومن ناحية التغذية كل شيء متوفر الحمد لله. توفير أجواء ودفء أسري بالمركز له آثار إيجابية على المرضى. ما غنقول لكش هذا هو العلاج، لأن العلاج راك عارف حنا العلاج هو من اختصاص الأطباء، ولكن هذا علاج نفسي كيدعم المريض وما تيخليهش تيحس بدك البعد على العائلة دياله. دعم المرضى والتخفيف من وطأة معاناتهم هدف تكرس من أجله جمعية أصدقاء المعهد الوطني للأنكولوجيا جهودها لمساعدة نزلاء هذا المركز من خلال خدماتها المتعددة المقدمة لمرضى السرطان. منذ القديم ارتبط تطور مدينة فاس بالعيون والآبار والأودية مما ساهم في تعزيز شبكة المياه ومعها النظم التقليدية لاستغلاله. نظام توزيع محكم نتناول جانبا منه ضمن سلسلة المملكة المغربية الإنسان والماء. محمد الوهبي وعبد العالي عياد.
نقطة أساسية لاستقبال وتوزيع المياه، مأخذها من وادي البطاطحة عبر الموزع الرئيسي بالأقواس الأربعة المسماة القنانيط الأربعة. كانت المياه تنساب بسلاسة رغم المسافة وتعقد المجاري، تصل إلى بوجلود المتوفر على ثلاث وحدات توجه كميات المياه نحو نقاط مستهدفة. أن التسدي الميازيب والميزاب هو وحدة قياسية لقياس قدر من الماء يكون مقدر مضبوط الكمية ديال المياه، كل ميزاب يذهب إلى جهة، وهذا الميازيب كما سنرى في الجامع البوعنانية تذهب مجموعة من الميازيب إلى إلى جامع البوعنانية، ومنها سنرى كيف يوزع بين مكونات المسجد. تم التوزيع داخل المدار الحضري، كتلقى ديك تم التوزيع يا إما عبر موزعات كبيرة جدا بحال ديال بوجلود، هذا كتيب وزع على مستوى عماني، يا إما على موزعات داخل المباني وكتسمى المعدة. هذيك المعنى ديك الثقب اللي فيها راه واحد الحق معين ما يمكن حتى شي احد اللي هو يمكن له يأثر فيه او يتصرف فيه او يوسعه او يقلل منه. كانت ببوجلود واحدة من ثلاثة ميازيب مصدر ينهل ويستفيد منه مسجد البعنانية المكون كذلك من المدرسة المرينية، مركب ديني تعليمي ومركز استقبال للطلبة الأفاقيين أي القادمين من خارج مدينة فاس والمتمتعون ببعض الامتيازات. يخترق الجامع واد كانت مجاريه يستفيد منها المصلون والطلبة. هذه المدرسة اللي احنا فيها المدرسة البعنانية مشهورة ماشي على مستوى فاس وإنما مشهورة وطنية، من أكبر المساجد التي بناها أبو عين المريني ما بين 1350 و 1355، وهي في نفس الوقت مسجد وجامع ومدرسة للطلاب الأفاقيين. العجيب في هذه المياه ديال هذه البعنانية أن بمجرد ما تخرج من البعنانية تتحول مياهها إلى مياه مضافة أو عادمة، لأن هناك مراحيض للطلبة وبالتالي يتلوث الماء ديالها، وبالتالي كيبقاو الميزابين من الثلاثة هما اللذان يوزع الماء على جانبي الطلعة اللمطية والطلعة الصغرى. جانب المدرسة البعنانية مرفق مائي يدعى الخنيزرة، هو موزع كبير للماء ييسر جريان هذه المادة الحيوية نحو منطقة تشتمل على جهتين يمنى ويسرى بنفس الحومة، وتنساب المياه عبر ميزابين كوحدتين نظاميتين تؤمنان توزيعا عادلا لمستفيديه من حاضرة فاس. ولمن يود التعرف على أحوال الطقس والأفس الريعي معها جديد التوقعات خلال الساعات القادمة. طاب نهاركم مشاهدينا وأهلا بكم إلى النشرة الجوية. يتوقع بحول الله أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية بمنطقة الشرق بالريف وكذلك بالأطلس المتوسط، ودرجات الحرارة ستصل إلى 28 درجة بوجدة، 26 درجة بالناظور، 25 درجة بالحسيمة، 28 درجة بتازة وكذلك بتونات وبمدينة مكناس، و22 درجة بمدينة إفران. سماء قليلة السحب بشمال المملكة وعلى السواحل، ودرجات الحرارة ستصل مقيسها إلى 25 درجة بطنجة، 24 درجة بالقنيطرة بالرباط وبمدينة الجديدة، و23 درجة بالدار البيضاء. بالسفوح الجنوبية الشرقية سماء قليلة السحب إلى صافية، ودرجات الحرارة ستصل بأرفود إلى 35 درجة، 33 درجة بالرشيدية وبزقورة 37 درجة. سحب ركامية بالأطلس الكبير مع نزول زخات محلية،
درجات الحرارة ستصل بمراكش إلى 32 درجة، سماء قليلة السحب إلى صافية على السواحل الوسطى، ودرجات الحرارة ستصل إلى 29 درجة بأسف 21 درجة بسيدي إفني، سماء قليلة السحب مع رفع بعض الزوابع الرملية بشمال الأقاليم الجنوبية، ودرجات الحرارة ستصل إلى 31 درجة بسمارة وبمدينة بكرة. بأقصى الأقاليم الجنوبية سماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة، ودرجات الحرارة ستصل إلى 22 درجة بالدخلة و31 درجة بمدينة الكويرة. شكرا على طيب المتابعة مشاهدينا، وعودة إلى بلاتو الأخبار. في الصفحة الفنية، تنظم جهة الدار البيضاء سطات فعاليات المهرجان الجهوي الأول للمسرح الاحترافي رافعا شعار لنتصالح مع المسرح. تظاهرة تعرف عرض عدة عروض مسرحية وترمي خلق حركية فنية بالجهة. روبورتاج سارة كتير ومحمد شكير. تنمية الإنتاج المسرحي بجهة الدار البيضاء سطات المساهمة في ترويج الأعمال المسرحية المغربية وإحداث إطار لقاء وحوار وتبادل مسرحي هي الأهداف المتوخاة من تنظيم المهرجان الجهوي للمسرح الاحترافي في دورته الأولى بالدار البيضاء. هذه البادرة تحت شعار لنتصالح مع المسرح كمسرحيين كفنانين وكجمهور أيضا، هذا المهرجان يضم فرق ستكون داخل المسابقة وفرق خارج المسابقة، حيث ستكون هناك 20 مسرحية خلال 4 أيام في كل مناطق جهة الدار البيضاء سطات. الدار البيضاء في حاجة لهذا المهرجان باش نخلقوا واحد تنافسية ونخلقوا واحد حركة فنية في الدار البيضاء بالخصوص. افتتاح الدورة الأولى من المهرجان تميز بتكريم للفنان المسرحي عبد الرزاق البدوي لمساره الفني الحافل والذي جاوز 50 سنة من العطاء. أنا احترت 1965 إلى اليوم إلى 2018 كانت كملت 50 عام ديال احتراف ديال الصح، ماشي خدام وكان ديال المسرح أو أستاذ، متفرغ للمسرح. جميع المسارح ديال الدار البيضاء غيكون فيهم مسرحيات احترافية، والمسرح غادي يكون مقرب للجمهور المغربي في كل بلاصة. 8 فرق مسرحية تتبارى في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي يتضمن أيضا عروض خارج المسابقة، إضافة إلى مناقشة مسرحيات وتوقيع إصدارات تهتم بأبي الفنون. رياضيا، ارتقى المنتخب الوطني لكرة القدم بمركز واحد وبات يحتل المرتبة 41 في التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وقد احتل أسود الأطلس الذين سيشاركون في منافسات كأس العالم روسيا 2018 المرتبة 4 على الصعيد الإفريقي خلف كل من تونس والسنغال وجمهوريات الكونغو الديمقراطية. ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرتنا. جلالة الملك محمد السادس يقيم أمس مأدبة إفطار بالرباط على شرف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فاكي محمد. مرضى داء السكري باليوسفية يستفيدون من حملة تحسيسية حول مضاعفات داء السكري خلال شهر رمضان إلى جانب فحوصات طبية. تنظيم فعاليات المهرجان الجهوي الأول للمسرح الاحترافي بالدار البيضاء تظاهرة تعرف عرض عدة عروض مسرحية وخلق حركية فنية بالجهة. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا لحظات، وتلتقون محمد مناجي في النشرة بالأمازيغية. في أمان الله.